العاصفه دي يا عصفور؟ مولد بقى يا باشا، كل سنه وحضرتك طيب. حاجه غريبه قوي، ناس فرحانه ومبسوطه. فرحتي بلد بقت غريبه. على مهلك، على مهلك يا استاذ. كده استنى عندي، استنى عندي. ايه؟ ايه الناس اللي في الارض بتاعتي؟ لا ابدا، ده مفيش حد في الارض ولا حاجه. ده مفيش حد ايه؟ ده ناس كده يعني مولد يا باشا، انت عارف في خيم في علم. انزل انزل. طب هقول لك بس يا باشا، انزل يا عصفور. ايه ده يا عصفور؟ ايه الخيم والمسرح اللي هناك؟ ابدا يا باشا، دول ناس بس غلابه هيقعدوا يومين والمولد يخلص ويمشوا على طول. دولت اللي انا قلت لك انت وعمر تتصرفوا معاهم؟ ايوه يا باشا، بس الباشمهندس عمر منعني ان انا اتصرف معاهم. يعني ايه منعك؟ منعك ليه؟ قال لي بلاش يا عصفور، سيبهم موجودين في المكان، المولد يومين كده وكلهم هيمشوا. ليه ما قلتليش الكلام ده؟ في الحقيقه اصله ايه؟ ما تتكلم. انا كنت عاوز اتكلم بس قال لي ما تتكلمش. لا وانا عايزك بقى تتكلم، واقف عندك وقول ايه في ايه. هلا يا خربوش. اخ ايه يا اخوي؟ يعني الواد المهندس قب على وش المايه وشفنا سحنته يعني. جاي يتحنجل تاني يا جمالات. مش مهم المهندس، المهم يتبت. انا خايف يزن على ودانها، والزن على ودان امر من السحر وانت عارف. طب من قلبك يعني، واد مهندس كبير زي ده هسيب بنت الاكاب وبص البيت مسهوكه زي اللي اسمها نوسه دي؟ يا جميلات ما خاف يثبتها، الواد ده كلامه حلو. والنبي عاوزك تطمن، اختك وشها حلو عليك على طول. البت المره دي راس والف سيل، قفلت على قلبها بالضبه والمفتاح ورمته في النيل وما هترجع له تاني ابدا. المهم انت حبيب اختك تسحل البت. يعني انا اضرب واختك تلاقي؟ بس انا خايف. خايف من ايه بس؟ البت عسليه والواد مش ده بصاصين علينا يا جمال. ايه دول بعلاجهم عندي؟ دول بتسقف لهم يرقصوا لك يا حبيبي، وده علاجهم معايا يعني. السباك انا ناس يا بابا. انا هروح لهم بنفسي. تروح لمين بس يا باشا؟ دول عالم لبر، مش هتعرف تسلك معاهم. انت ازاي تخبى عليا موضوع زي ده؟ معلش يا باشا، انت عارف باشمهندس عمر ده انا بحبه زي ابني، ده انا اللي مربيه. انت ما تعرفش ان ده موضوع فيه وزار خطوره يا عصفور. اصله في الحقيقه صعب عليا. يصعب عليك وانت ضايع مستقبله تطير من ايدينا جوازه زي دي؟ معلش، هما يومين بس كده هيتعرف على البت، والبت بعد كده هتمشي، المولد هينفض ويمشي كلهم. اسمع ما اقول لك، بكره الصبح مش عايز الناس دي اشوفها في ارضي ولا الزباله بتاعتهم دي، الخيمه والكلام الفارغ ده. حاضر يا باشا، لو اي حد زرجن معاك عندك البوليس، تروح القسم وتعمل محضر، تقول لهم في المحضر ان هم قاعدين في ارضي بدون اذن. اقول لك تروح المحافظه تاخد معاك بتوع البلديه يجوا هنا يكسروا الزباله دي على دماغتهم. حاضر يا باشا، امرني. انا بكره الصبح هسافر مع عمر على مصر، لما ارجع اوعى يعرف ان انا سبب في ضرب الناس دول. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم يا باشا، مفهوم. اتفضل قدامي. اتفضل اتفضل. انا حسابك علشان هسافر معاها مصر بكره. ليه يا بابا؟ هنروح نقابل عبد القوي، عايز اساله على الاوراق المطلوبه للترشيح، وبالمره دي له شيك ودي الحزب. طب وانا مالي انا؟ هو انا اللي نازل الانتخابات؟ اه طبعا انت اللي نازل الانتخابات. ابوك لما يرشح نفسه كانك انت اللي رشحت نفسك. مش عايز تقف جنبي ولا ايه؟ انت مش ابني؟ ابنك يا بابا وكل حاجه، بس الكلام ده يعني في الحملات الانتخابيه والدعايه والحاجات دي. لا يا باشمهندس، المفروض ان كل خطوه يبقى عندك فكره عنها، عشان انا بعد ما اموت انت اللي هترشح نفسك. الف بعد الشر عليك يا بابا، بس انا يعني ما بفكرش في الموضوع ده خالص. لازم تفكر، راجل الاعمال لازم يبقى في ايده السلطه والمال. هو انا بقى مش مؤمن بالكلام ده خالص، ودايما بقول ان السياسه مفيش حاجه بتفسدها غير رجال الاعمال. غلط اللي انت بتفكر فيه ده، غلط. الانتخابات دي مين اللي يصرف عليها الا الناس اللي معاها فلوس؟ يعني الانتخابات والسياسه بيعملوا بيزنس. الناس الغلابه بتستنى الانتخابات بفارغ الصبر علشان كل واحد يطلع له قرشين، وبعد كده يضيعوا القرشين وتضيع حقوقهم كمان. مش ده اللي بيحصل؟ مش فاهم ايه اللي في مخك ده. المهم اعمل حسابك انك انت هتسافر معاها مصر بكره، والموضوع بتاعك انت ومها بقى تخلصه. خلصه ازاي يا بابا؟ يعني روح اخطبها؟ لا يا حبيبي، انا اللي هخطبها، انا اللي هكلم ابوها، بس قبل ما اكلمه لازم ابقى مالي ايدي منك. انا دلوقتي بين نارين،
خايف اروح اطردهم من الارض بتاعتهم اللي قاعدين فيها دي؟ تقوم البت نوسه مسحوبه من لسانها ورايحه قايله للبشمهندس عمر ان انا طردتهم، يقوم بقى عمر ما يرضاش يشغل الاستاذ. وانا مالي ومال غراميات يا بابا؟ ابوك عنده حق يا حبيبي. بقول لك ايه، احنا مش لازم نعادي حد لحد ما يلسموك في شغلانه. طب ممكن تسيبوا لي الموضوع ده بقى؟ هتعمل ايه حضرتك؟ مالكمش دعوه انتوا، انتوا مش عايزين حسين بيه يرجع ما يلاقيش اثر للناس دول؟ ايوه يا حبيبي، بس انت لازم تفهمنا هتعمل ايه. حكم انا عارفاك ممكن تيجي تكحلها تعميها. ما تخافيش يا سوسو، انا عندي شويه صحاب جدعان، بس الصحاب دول لازمهم رشه جريئه. رشه جريئه يعني ايه؟ ترش عليهم فلوس؟ امال هنرش عليهم دوكو؟ دوكو؟ طب ايه رايك يا دي يا ممدوح لو نفذتوا الموضوع ده من غير ما الباشمهندس عمر يحس بيكو؟ انا مستعد ارشركوا الاربع رفارف. اسمع بقى يا واد، الموضوع ده لازم يتم ولا من شاف ولا من دري. ما هنا بقى يا سوسو يا قمر بتاع لا من شاف ولا من دري. انا متاكد ان عبد الله وزيد مش في الفيلا، في مكتبه في المجموعه. الله، طب واحنا ايه اللي جابنا؟ اقول لك يا سيدي، انا هعمل نفسي قدام سميحه يعني متهمه اني انا فاكر ان عبد الله في الفيلا. هتقول لي لا ده هو في مكتبه في الشركه. اقول لك لا، انا اصلي عايزه في موضوع مهم قوي وهتبقى حجه. هسيبكم بقى تقعدوا مع بعض انت وما على راحتكم، بس المهم انك انت تفك، ما تبقاش كبه كده. حاضر يا بابا، حاضر. ليك عليا كمان اقول لهم كام نكته وافطسهم من الضحك. مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ انزل انزل، انا مانيش عارف انت طالع لمين. ازيك يا شحاتة؟ الله يسلمك يا فندم. بلغ عبد الله بيه ان احنا هنا. عبد الله بيه خرج. خرج امتى؟ نص ساعة. مدام موجودة؟ موجودة يا فندم. طب بلغ. اتفضل. مها، مها اصحي يا مها. يو بقى يا مامي. اصحي يا حبيبتي، اسمعي، حسين الشواربي وعمر ابنه قاعدين تحت. بجد يا مامي؟ عمر تحت؟ ايوه، ما انا بقول لك عمر مفروق قاعدين تحت. يو بقى، ما صحتنيش ليه؟ انت جرى لك ايه؟ امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ ما انا بصحيك اهو. انا مش عارفه هما جايين ليه على غفله كده. بس انا عارفه هما جايين ليه. ليه بقى؟ هتعرفي بعدين. طب يلا، انا هنزل اقابلهم وانت حصليني. لا، انت رايحه فين؟ انا هاجي معاكي. ايه ده، انت اتجننتي؟ هتنزلي بالبيجامه؟ اه صح. طيب 5 دقايق وهبقى وراكي. طب يلا. دقيقتين وهبقى وراكي. اسمعوا بقى، العملية دي هيطلع لكم فيها قرشين حلوين. المهم أنا عايز كل حاجة تبقى طبيعية، يعني مش متدبرة. إحنا هنخش نتفرج الليلة وبعدين نقلبها عليهم دندرة. وهي الفرقة دي فيها بنات حلوين ولا كلهم كسل؟ يا صاحبي، وإحنا رايحين نبصبص ولا رايحين نشتغل؟ يبقى إحنا نرمي بلانا ونرزل عليهم، وأكيد ده مش هيعجبهم. حلوة أوي السكة دي، هو ده اللي أنا عايزه بالظبط. أهلا أهلا. اهلا وسهلا سميحه. هانا البيت نور والله. ودك ازيك يا حسين بيه؟ اهلا بيك. ازيك يا عمر؟ ازيك يا طنط؟ اتفضل استريح يا ستي. انا متاسف جينا من غير ميعاد، بس في الحقيقه انا بتصل بعبد الله من الصبح قبل تليفون، لازم عنده اجتماع في المكتب. طيب احاول مره ثانيه اتصل بيه. ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا عبد الله؟ صباح النور. انت ايه حكايتك؟ بتصل بيك من الصبح تليفونك مقفول. انا عندك هنا في الفيلا. لا ما تجيش، انا مسافه السكه واكون عندك عشان في مواضيع كده مهمه عايز اكلمك فيها على رواق. يلا سلام وعقد. عمر مش معقول. ازيك؟ ايه قله الذوق دي؟ مش سلامي الاول على عمك حسين؟ يا ستي معلش، اللي لا احبابه ونسى اصحابه. ازاي حضرتك يا عمك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ ازيك يا عمر؟ ما قلتليش ان انت جاي النهارده. إيه شكلك وراكي مواعيد او حاجه؟ لا لا لا، مش ورايا، وحتى لو ورايا هلغيها. طب يا جماعه هسيبكم انا بقى واروح لعبد الاول. بابا انا هاجي معاك. هاجي معايا فين يا ابني؟ انا هقعد مع عمك عبد الاول نتكلم في مواضيع ما تهمكش، هتتضايق وانت قاعد معانا. خليك هنا مع طنط سميحه وعمها. ها؟ اعمل حسابك بقى، هتتغدوا معانا النهارده. لا والله يا طنط معلش، يا ريت، بس يعني هنضطر نسافر لسه طنطا وكده. لا لا ما يصحش، انا قلت هتتغدوا يعني هتتغدوا. ايوه لازم تتغدوا. شوف يا حبيبي، طنط سميحه امرت وانا ما اقدرش ما انفذ لهاش امر. ويتعشوا كمان يا ماما. ولو عايزين نبات كمان يا ست نبات. شفت بقى يا حسين بيه؟ شفت ما بتحبكوا قد ايه؟ لا بتحبينا ايه؟ انا
حتى ما سألتش على صاحبتها منى. انت واخد بالك؟ على اذنكم. اوعى عبد القوي يهرب منك ويقول لك انه معزوم على الغدا عند حد من المسؤولين. يقدر يعمل كده؟ انا هقبض عليه ونجيلكوا حالا. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. اتفضل يا عمر استريح. اتفضل. منى ما جاتش معاكوا ليه؟ اصل منى عازمه ناس على الغدا. تحب تاكل حاجه معينه على الغدا؟ انا عارفه هو بيحب ايه. صينيه المسقعه بالبشاميل. اه قلتي لي عشان كده بقى كل يوم بتوصي الطباخ يعملها لك. طبعا اذنكم. وحشتيني قوي يا عمر. ها؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. وانا ما وحشتكش؟ اه طبعا طبعا طبعا. امال ما بتقولش ليه؟ ما انا قلت لك اهو طبعا. انا احب اسمعها. وحشتيني يا مها. والله؟ طيب. وحشتيني يا مها. اخدت حاجة؟ اه ما في قدامي هنا عصير، شكرا. تحب تاخد حاجة تانية؟ لا ربنا يخليك. ايه رأيك نطلع نقعد برا في الجنينة؟ لا هنا كويس، هنا كويس. ها قولي بقى، عملتوا ايه لما انا سافرت؟ عادي يعني، عادي، عشت حياتي تمام وكنت مبسوط جدا والوقت كان جميل قوي يعني. ما عملتش حاجة تانية؟ اتكلم معايا قول. والله اصل انا ما بعرفش احكي يعني. اقول لك نكته؟ انت بتعرف تقول نكت؟ يعني على قد كده. مش مشكله، هضحك عليها ما دام انت اللي قايلها. انت ايه للدرجه دي كده مستبيعه؟ يعني ايه؟ يعني اي حاجه اقول لك عليها تضحكي وخلاص؟ اصلك ما بتقولش حاجه وحشه، كل الكلام اللي بتقوله بيعجبني. وانت بقى ايه اللي بيعجبك فيا؟ اقول لك وما